بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 30/10/2022، وتعالوا نشوفوا البقر الوالد والعشر واللبن في سوق دمنهور مع المعلم محمود عوض الله يبارك له ويصلح حاله بتاع محل فرناوه. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا حاج محمود، كل سنه حضرتك طيب. الاسعار عاملين النهارده يا حاج محمود؟ والله الجو غالي برضه. الله يبارك لك، الله يبارك لك عم محمود. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والده ده حاج محمود؟ اللهم صل على النبي. انت كم يوم دي يا عم محمود؟ نتايه؟ ايوه نتايه. وانا اخر نتايه في العالم. عمر اسبوع؟ عمر اسبوع يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج يملى عينيك وصل على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طب يلا انا عامله يامي؟ 41,000. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله أكبر. وقول بحير. الله ينور عليك يا أخوه. الله يكرمك. الله يبارك لك. جيب أفخر بقر هنا. اللهم صل عليك يا نبي. بص حلبات وكل كل حاجة تمام يا أخوه. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله على الدرة والحلبات، الله أكبر. قد إيه فيها؟ قد إيه حليب يا معلم؟ اللهم صل عليك يا نبي. فقد إيه لبن؟ عشرة بالطرف يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، 41,000 يا جماعة. البقرة الوالدة مع الحاج محمود عوض الله يبارك له ويصلح حاله. معكم حاجة تاني؟ عشر كام دي؟ عشر شهرين يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. البقر العشر يا جماعة مع المعلم محمود. بسم الله ما شاء الله. فقد ايه لبن برضه العشر دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 و6 لبن يا جماعة الضر والحلبات، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، 10 شهرين. كسره قد ايه يا معلمي؟ قفله على الاول. بسم الله ما شاء الله، السن يا جماعه قفله على الاول. بسم الله ما شاء الله. عامله كام دي؟ ب 30,000 يا جماعه، 10 شهرين وقفله على الاول وفيها 5 و6 لبن. بسم الله ما شاء الله على المال، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معاكم حاجه ثاني؟ نعم. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. طب الرقم طيب؟ 012 86 85 85 4 3 6 1. الله يبارك لك ويصلح حالك. طب نعم محمود. ايوه يا عم. اسمك ايه طيب؟ قدامك سعد. المعلم سعد ابن الحاج محمود عوض يا جماعه، محل فرناوه شبر خيط، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معايا، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. متشكرين يا حاج محمود، الله يصلح حالك يا حاج. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.